الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
به ولا تصرفن كيدها نصب إليهن وأكن من الجاهلين. استجاب له ربه فصرف عن كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما آيات لسجدنه حتى حين. ودخل معه السجن الفتيان، قال أحدهما إني أرى إني خمرا، قال الآخر إني أرى إني أحمل فوق رأسي خبزا من تأكل الطير منه، أني بتأويله إنا نراك من المحسنين. لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله. قال إني آتيكما ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرين. اتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كان لنا أن نشرك بالله ومن نشاء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقين خير من الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل بها من سلطان، إن الحكم إلا لله يأمر ولا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي سجن أما أحدكما فيسقى وهو خمرا وأما الآخر فيأكل الطير براسه، هذا الأمر الذي فيه استهتيان. وقال الذي ظن أنه ناج منهما إني عند ربي أنسى الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضرا وآخر يبت فلا أفتني في رؤيتي إن كنتم يا تعبدون. قال أضعاف أحلاما وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة منا أنبأك بتأويله فارسلون. يوسف إلي الصديق فكان في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تسرون سبع سنين دابا بما حصدتم روح في سنبلة مثل قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدائد كل ما قدمت لهم إلا قليلا ما تحصون. ثم يأتي من بعد ذلك عام في غاث الناس وفيه يحصون. قال الملك أتوني به أتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي يهديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قل إن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز لن استحق أن راودته عن نفسه وأنه من الصادقين، ذلك لا يعلم أني لم أخبر بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أولي نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما حرم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك آتوني به استخلصوا لنفسي. فلما لمهم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال أجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ومنها حيث يشاء نصيبا برحمة من يشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والأجر الآخرة خير من الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا وهم له كرون. لما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا تروني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنود عن أباه وأنا لفاعلون. قال فتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعرفون
فتحوا متاعهم يجدون بعضا مدة إليهم قالوا يا أبانا ما لهم وعدنا مدة إلينا ولم يجدون ونزداد كيلا بعيد فكيسين قال الناس معكم حتى ونموكم بغيره به إلا أن يحاطبكم فلما توفهم قال الله وكيل قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون لما دخلوا من حيث أمرهم أبواهم ما كانوا مكانه من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب وأنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لما دخلوا على يوسف وإليه أخاه إني أنا أخوك فلا تبتي يوسف ما كانوا يعملون لما جهزهم بجهازهم ولبي رحم الله ثم أذنوا إليه على المسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفعلون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به من بعير معنا زهير قالوا تالله لقد علمت ما جاءنا نفسد في الأرض فكنا سارقين قالوا فلما جاءهم كنتم كاذبين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك السلام ومك السلام على الجلال والإكرام والفصيل الدين وعمي على شكرك على ذكرك على أحسن عبادك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قولوا لا إله إلا الله يا أوصيكم ونفسي ببر الوالدين. عن حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فيمكننا مقصرين كلنا مقصرين والله ما راح تحس إلا الله يجعلنا ما نفقد حنا وياكم إلا إذا فقدت أحد منهم. يجعلنا إن شاء الله ما نفقد غالي كلنا. فكلنا مقصرين اللي أمه وأبوه على قيد الحياة أحمد ربه ويكسب أجر ويبر فيهم ويحطهم على رأسه. والله العظيم إنه لو يفقد واحد منهم إنه بيقول ليتني سويت وليتني فعلت يومهم موجودين. فهذه فرصة دامهم على قيد الحياة ودامهم عايشين معك إنك تغتنمها وتبر فيهم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. اللي تسويه في والدينك عيالك بكرة يسمونه فيك. صدق من بريت فيهم بروا فيك. والله يكفينا الشر إن عقيت بيجيك ولد يعق فيك. صحيح. والله يكفينا الشر وياك ويرزقنا حسن. حسن. نعم يتصدق عنهم ويدعي لهم. ما ينقطع البر. نعم نعم اللي والدينهم متوفين صدقه والدعاء. تنقطع نعم. بالمعنى أن ينقطع تنقطع أعمال ابن آدم إلا بثلاث، واحدة منها ابن صالح يدعو له. كذلك اللافتة هذه اللي جابوها صدقة جارية بنية والدينا معجب. الله يجعل والدينك في الجنة والله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. كذلك والدة سلمى ملحي الله يرحمها ويسكنها الجنة. كذلك والدينا أبو صالح الله يرحمهم ويسكنهم الجنة. فاذكروهم بدعوة. أتمنى من المشاهدين بعد اذكروهم بدعوة. سلام على بابنا. أنا من رسميات الشيخ. أنا والله ودي أنصحكم بالكلمة الحسنة الكلام الحلو لك الخويك الخوك الجارك المديرك أي إنسان مقابلك كلمة طيبة كلمة حسنة كلها واحد. أما أنك تقول له مثلا حتى أنت ممكن أنك تمزح معه تقول له كلمة طايشة ترى تحز في خاطر الرجال، لكن ما بيوضح لك من غلاته ومعزته عندك. أما أنك تقول كلمة توجع الرجال وتروح تضحك وتنسى ترى والله يا غيرك أنت ما حسيت فيها، ممكن اللي جالس يحس فيها ممكن هو يحس فيها بس يسكت لأنه يحبك ويقدرك. فلذلك كل واحد ينتقي ألفاظه يا شباب وكل واحد يحاسب على الكلمة قبل يطلعها من لسانه. شكرا لكم. الله يجزاك خير يا بني.
صليت فيها أمام خاطري من شرح يا صدري إن هذا أكبر من الأهل يا ولد. حتى كنت تضايق من أمورك قبل أدخل مسجد من عقبها ما أدري بإلا العافية، وإني أرفع يديني أدعي الأمور اللي تحصل لي والله العظيم إنها تنرد مني وجيني أطيب منها يا ولد. فأفلد صدرك الله سبحانه، شفت الرحمة، شفت الدنيا ذي كل أبوها تراها من رحمة واحدة، تدري باقي عنده 99 رحمة ما يرحمنا برحمته. يعني كل ذي الأمور تشوفونها، يعني وظيفتك، دوامك، موترك، مرتك، عوالك، حياتك، أكلك، شربك، مرزقك، دنياك، برك الوالدينك، حسناتك، أجورك، عثراتك، الذنوب، كل شيء في ذي الدنيا تراه من رحمة واحدة. شف لنا هذا الله سبحانه العظيم من رحمة واحدة. كم باقي عند الله من رحمة؟ 99 رحمة. الله يرحم الأبرار. اللي عنده 100 رحمة ما ننزل لنا منها إلا واحدة. اللي تنزل كلها وش بيسوي؟ ترى الحمد لله إن صلواتنا خمس. تدري إنها كانت 50 صلاة من 55 صلاة. 50 صلاة. واللي راح عند الله سبحانه اللي هو موسى. الموسى. وقال يا ربي ما بيحرف أنا إن صلها كثيرة على المسلمين. قال قل لهم 45 من 40 من 35 من 30. يتخيل إحنا صلينا 55 صلاة في اليوم. حتى أنه يوم وصل خمس قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ميد موسى كلمة الله اطلب أنا هنا قص بعد شوف أزود من خمس فجر ظهر عصر مغرب عشاء قال استحيت.